سعيد في المنتخب الاولمبي؟ سعيد الحمد لله، يعني جاي من مكسب امبارح فطبيعي بقى سعيد. المنتخب الاولمبي هو اللي رجعك عن قرارك انك تكون رقم واحد؟ يعني الامانه لما اتكلم معايا كابتن محمد بركات واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ان لازم اكون موجود مع الجهاز الفني البرازيلي عشان خاطر يعني اعمل زي حلقه وصل كده ما بين اللي فات واللي موجود يعني. فما ترددتش خالص، لان في الاخر هو انا بخدم منتخب مصر وكيان منتخب مصر، وان شاء الله باذن الله يعني الفتره اللي جايه بعد المنتخب الاولمبي ده استقل. يعني ايه الفرق بين مدرسه ميكالي ومدرسه كابتن شقيق غريب؟ لا، الاثنين مدربين كبار والاثنين اسامي كبيره جدا في التدريب. كابتن شوقي نجاحاته في الكره المصريه طبعا عارفينها، مستر ميكالي اشتغل مع المنتخب الاولمبي البرازيلي، عمل معاهم شغل كويس واخد الميداليه الاولمبيه قبل كده، منتخب الناشئين اخد الميداليه الفضيه، فيعني عامل نجاحات كويسه في الاعمار السنيه برضو الصغيره، فالاثنين يعني مدربين كبار. انما طبعا يعني كابتن شوقي مدرسه مصريه، بيتعامل بشكل عاطفي مع اللعيبه، بيعرف ياخد من اللعيبه احسن حاجه. الراجل ميكالي شغل فني بشكل اكتر، زي اي اجنبي بيبقى موجود يعني بيبقى تركيزه على الملعب بس، انما اي مدرب مصري بيشتغل في بلده او اي مدرب وطني بيشتغل في بلده بيبقى عارف مشاكل اللاعب في بيته، مشاكل فبيعمل حساب للحاجات دي كلها. يعني مين اللي اوفر حظا او مين اللي معاه قماشه افضل، شوقي غريب ولا ميكالي؟ المنتخب الاولمبي السابق قصدك؟ طبعا المنتخب الاولمبي السابق كان منتخب قوي جدا والعناصر كانت مختلفه خالص. المنتخب الاولمبي الحالي عنده سوء حظ طبعا كبير جدا في ان الفرصه بتاعه تجميعه او الوقت بتاع تجميعه ضيقه قوي او قريبه قوي، ده رقم واحد. رقم اتنين، هم حتى في مرحله منتخب الشباب بتاعهم ما لعبوش رسمي، يعني كان عندهم كلهم كورونا ساعه لما كان متولي المهمه كابتن ربيع ياسين في كاس الامم الافريقيه في تونس، فما لعبوش اي مباراه رسميه. تخيل ان مباراه اسواتين دي هي المباراه الرسميه الاولى للمنتخب الاولمبي او للمجموعه دي، فده سوء حظ للجيل. المنتخب الاولمبي السابق لما بدانا معاه الشغل في 2018 كان 50 60% منهم بيلعبوا مع انديتهم في الدوري. انت عندك دلوقتي عندك اللي بيلعب ستاند موجود في فرقته ومستقر وبيلعب بشكل اساسي تقدر تقول حسام عبد المجيد. دي نقطة مهمة، دي نقطة كبيرة فعلا طبعا، ان اللعيب يكون رجله في الملعب طبعا. يعني انا سمعت طبعا مداخلة الحضري. بص، هو الحضري للأمانة بيشتغل شغل قوي جدا جدا، وعامل وده واضح مع حمز علاء ومع لجوان واحمد نادر السيد وعلي الجبالي اللي موجودين معانا في المعسكر. انما ممكن يكون هو ليه فلسفته مع واحد، يعني واحد بس هو بس هو اتكلم بصفه عامه عكس كلامك قال اللعيب. لا انا طبعا انا قناعتي ان اللعيب سنس المباريات. انا قلت له السنس والحاجات دي، قال لي اتغيرت خلاص يا كابتن. لا ما يعني هو بس هو ذكي في حاجه، هو قال لك دي وجهه نظر الحضري. يعني هو ما بيعمماش. سمعت قال لي خلاص يا كابتن ده الكلام ده كان زمان، فقلت خلاص دي مدرسه بس برضه نهاها بوجهه نظر الحضري. فانا بالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي سنس المباريات مختلف خالص عن سنس التدريبات. فللاسف انت عندك زي ما بقول لك يا كابتن سيف ان اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل كبير مع انديتها، فده مأثر بشكل قوي جدا على الاداء. حسام عبد المجيد بس اللي بيلعب معاكم؟ حسام عبد المجيد هو الوحيد اللي بيستند في فرقته. عماد ميهوب مثلا السنه اللي فاتت كان مع ايسترن بيلعب بشكل منتظم. ابراهيم عادل طبعا مع بيراميدز على طول بس كان مصاب بقاله 4 شهور. فانت بتتكلم في لعيبه، محمود صابر يعني بيخش ساعات وبيطلع، فيعني العمليه مش مستقره. انما اللي تقدر تقول ان هو ستاند في الفريق بتاعه وبيلعب بصفه دائمه ومستمر وما بيغيبش هو حسام عبد المجيد. عشان كده تحس ان هو كمان عارف يا كابتن سيف المرحله العمريه دي لما اللعيب بيلعب مع لعيبه كبار في فرقته بيفرق قوي في شخصيته طبعا. فبتدي له ثقل وبتدي له ثقه في نفسه وبتخلي اداؤه مختلف، واستيعابه للتعليمات وللتوجيهات بتاعت المدير الفني بتبقى مختلفه خالص.